قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس تربوي من واقع الإنسان. كل إنسان يعرف الله في الشدة، وأما الكفور فينسى الله بعد زوال الشدة. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإذا غشيهم موج كالظلال، تصوروا التصوير الفني في القرآن. سفينة ضخمة يركب فيها أناس من بشر، يشتد الموج وتشتد الرياح ويصبح الموج كأنه جبال عليهم وأيقنوا بالهلاك. في هذه اللحظة يعلمون أن الأمور كلها بيد الله، ويعلمون علما يقينيا يرونه في عيونهم أن المسير للأمور هو الله. فالماء بيد الله، والبحر يحركه الله، خلقه الله، والهواء يحركه الله، والهواء يحركه الله، وكل شيء بيد الله. عند ذلك ليس لهم إلا الله، عرفوا الله، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله من قلوبهم بإخلاص، أخرجوا من قلوبهم كل شيء غير الله، وتوجهوا إلى الله وطلبوا منه أن ينجيهم من ذلك، وعلموا أنه هو الوحده الذي يستحق الخضوع والطاعة. فلما أسكن الله البحر، بعد ما كان الموج كالظلل مثل السحاب فوقهم يطلعون فوقهم، فلما أسكن الله البحر وهيأ لهم وسائل النجاة ونجاهم إلى البر آمنين فمنهم مقتصد، أي متوسط في العبادة، يعبد الله ويطيعه، ولكن ليست طاعة تامة مما يستحق الله تبارك وتعالى أن يشكر. أما الصنف الآخر هم الكفار، علموا أن الأمور بيد الله في وقت الشدة، ولكن جحدوا وأنكروا آيات الله وأدلته التي تدل، ورأوها بأعينهم وعايشوها، على أن الله المتصرف في الكون وبهم أيضا. ففي آخر الآية يقول ربنا تبارك وتعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختار الغدار، الذي كلما عاهد عهدا نقضه. والكفور صيغة مبالغة من الكفر، أي كثير الكفران. الختر هو أشد الغدر، فالذي يجحد بآياتنا أي بعد هذه الشدة عندما عاد إلى الرخاء يجحد نعم الله وينسى الله كأنه ما في الله، كأنه ما عرف شيء، كأنه ما دعاه عند الشدة، ويعود إلى ما كان عليه من طاعة غير الله لعله ينال من ذلك مصلحة أو شيئا أو منصبا أو مالا أو شهوة جنسية أو غير ذلك، فيعود إلى ما كان عليه وينسى نعم الله، فيجحد آيات الله التي يراها بعينه والتي أنزلها الله في محكم آياته. ولذلك هذا الجاحد هو الختار
أي الغدار الذي كلما عاهد عهد كان يقول ربنا أنجنا ربنا إننا رجعنا إليك. بطل هذا لغة. كفور كثير الكفران صيغة مبالغة من الكفر، وما ينجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ثم يأتي بعد ذلك من الله تبارك وتعالى موعظة ربانية مع الإنذار، فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية التالية: يا أيها الناس، خطاب للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، اتقوا ربكم، امتثلوا أمر ربكم واجتنبوا نواهيه حتى تقوا أنفسكم من عذابه. أنتم ترون في هذا الواقع الذي تعيشون فيه، إذا أراد الله عذابكم في الهواء والسماء أو في الأرض أو في البحر يفعل ما يشاء، ولكن لا تنسوا هذا، لا تنسوا أنكم ينبغي أن تتقوا عذاب الله في الآخرة وهو الأشد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، امتثلوا أمر ربكم واجتنبوا نواهيه حتى تقوا أنفسكم عذابه، واخشوا يوما. الخشية أشد من الخوف. قال تعالى عن العلماء الذين يعرفون الله ويعلمون حقيقة ربهم وخالقهم: يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أما الخوف يخافون كثير من الناس الآن، وهم مؤمنون وهم أتقياء، يخافون هذا البطاش الفتاك المجرم الخنزير فرعون سوريا وفرعون مصر، في مصر أيضا يخافونه لأنه معه سلاح ويقتل الناس، ويدعي أنه يقتل إرهابيين وهو الإرهابي، يقتلهم ليرهبهم حتى يخضعوا ويذلوا ويستسلموا لأمره ويتركوا أمر الله. هؤلاء أيها الإخوة يخافون ولكن لا يخشون. عندما يشتد الأمر يقولون متنا نموت شهداء، ولكننا لا نستكين أبدا لحكم الطاغوت. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا. ماذا تخشوا؟ اخشوا الله في يوم، واخشوا يوما، اخشوا الله في يوم القيامة. هذا اليوم لا يجزي فيه والد عن ولده، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا يستطيع الوالد أن ينفع ابنه، ولا يستطيع الابن أن ينفع والده. روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يلقى ابنه يوم القيامة. شوف ابنه اللي رباه وضحى من أجله وقدم له الكثير، فيقول الوالد لولده: يا بني أي الآباء كنت لك؟ انتبهوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يلقى الرجل ولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي الآباء كنت لك؟ فيقول: والله لقد كنت لي خير الآباء. يقول له: يا بني هل لي منك بحسنة، حسنة واحدة بس، أتبلغ بها خطاياي؟ أنت قد تنقص كفة حسناتي في الميزان، حسنة واحدة فأدخل النار، أعطني حسنة واحدة بس، هل لي منك بحسنة؟ فماذا يقول الولد لوالده؟ يا والدي أما هذا فلا، حسنة ما بيعطي، فأنا أخاف مما تخاف منه. وتتمت الحديث: يلقى الرجل زوجته يوم القيامة فيقول: يا فلانة أي الأزواج كنت لك؟ فتقول: والله لقد كنت خير الأزواج، أعطاها حقوقها وأدى واجبات نحوها وعاش معها في سعادة كما أمر الله، أسعدها وسعد بها. فيقول لها: يا فلانة هل لي منك بحسنة، هل لي منك بحسنة أتبلغ بها خطاياي؟ فتقول له: أما هذا فلا، فأنا أخاف مما تخاف منه. إذن ما أحد يغني عن أحد، لا زوجي ولا ولد ولا والد. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. ماذا وعدنا الله؟ وعدنا بالجزاء، وبين لنا أن هذه الدنيا نتصرف فيها بما يرضي الله وهو في صالحنا، لأن الله ما أمرنا إلا بما يحقق مصالحنا. فأن نخرج عن منهج الله ونتناسى المسؤولية بين يدي الله ونتناسى الجزاء عند الله، فقد أنكرنا الحق الذي بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله ورسله. إن وعد الله حق، أي بالقيامة والجزاء. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحياة الدنيا لا تغرنكم عن الحساب والبعث والجزاء، فتنكروا ذلك بأعمالكم. قد يكون الإنكار باللسان وقد يكون الإنكار بالعمل. إذا وجدت الولد من أولادك
وهو يلعب ويركض ويضيع وقته في الفساد وفي كذا، وعنده امتحان بعد يومين ولم يدرس شيء ولم يفتح كتاب. هذا ما يهتم بالامتحان، وان كان يعرف عنده امتحان يوم الثلاثاء تاريخ كذا، ولكنه منكر عمليا. فهناك بعض الناس الذين ينكرون الجزاء عمليا لأنهم يعملون بما يخالف أمر الله، فكأنهم لا يهتمون لا بقيامة ولا بمسؤولية، وكأنهم ينكرون وعد الله عمليا. وهناك من ينكر وعد الله بلسانه أيضا، وبعد ما نموت نصير أحياء. فربنا يقول الوعد وعدكم إياه الله حق. لا تغتروا بالدنيا، الدنيا خضرة فيها لذائذ، ولكن هذه اللذائذ الله غرزها في الإنسان وفي كثير من الحيوانات من أجل أن ينتظم الكون، لا من أجل أن تستعملها في الفساد في الأرض. فدلك الله وأرشدك على الطريقة المثلى التي تتحرر فيها عن العبودية لغير الله تبارك وتعالى، حتى من نفسك وأهوائك. أفرأيت من اتخذ إله هواه. فالله وعدك ذلك، ووعد الله حق. لا تغتر بالدنيا وتنسى وعد الله، وتنسى المسؤولية بين يدي الله، وتنسى الجزاء عند الله. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان أيها الإخوة. والشيطان قلت لكم مرارا أنه شيطان الإنس وشيطان الجن، مشتق في اللغة من شطن، إذا بعد عن الحق. فكل من بعد عن الحق وأبعد غيره عن الحق فهو شيطان، سواء كان إنسي يجلس معك ويشجعك على الباطل والكفر والفساد، ويعطيك المال الذي تدفعه بعض الدول الخليجية من أجل أن تخرج و تطعن في الإسلام والمسلمين، وتخرج وتظهر لأنك ما تريد حكم الإسلام وما تريد فلان مسلم، وتريد فلان هذا الكافر المجرم الذي كان يعطي لإسرائيل أموال مصر وغاز مصر، هذا يعيده لك، يعيده على رقبتك. أنت ماذا استفدت؟ نفذت رأي الشيطان، ومقابل دريهمات دفعتها بعض الدول، وأنت أيها السامع وأنا والناس كثيرون يعلمون ذلك. فهؤلاء الذين يصدون الناس عن الحق ويبتعدون عن الحق هم شياطين الإنس. يقول ربنا لا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان الإنسي اللي يجلس معك أو يؤازرك على أن يدفعك عن الحق وتأييد الباطل. وأما الغرور الآخر الشيطان الجني، فهو الذي يوسوس لك من داخلك، يشجعك مصالحك فلوس، عم يعطيك فلوس بتطلع بتأيد فلان ولو كان كافر ولو كان ظالم، ولو كنت تعرفه أنه عميل لأمريكا وكان يسعى في خدمتها سنين طويلة في خارج بلدك أو في داخلها تؤيده. لماذا؟ من أجل الشيطان شجعك على قبول المال والفائدة الجزئية التي تذهب وتزول بعد أيام. فهذا الشيطان الذي يغرك وعدك وعد الباطل. قال الله تعالى في آية أخرى عن شيطان الإنس والجن، يعدهم ويمنيهم، يعطيهم أمان فارغة كاذبة، ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وبين لنا القرآن، القرآن ما ترك شيء إلا بينه، ولكن نحن مع الأسف بعضنا يقرأ القرآن ولا يدري. يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان عندما يقف خطيب في أهل النار ويشبت بهم وهم معه في النار، فقال الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر يعني انتهى الحساب، صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم، قالكم اجتهدوا واعملوا واعملوا في مصلحتكم، الله لا يأمركم إلا بالخير، وأنتم إن فعلتم ذلك دخلتم الجنة وإلا فستدخلون النار في قيامة في مسؤولية في جزاء. هذا وعد الله الحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم يلا وراء الشهوات. واحد مثل مسيلمة الكذاب قال له محمد يأمركم ألا تزنوا، النساء لكم افعلوا ما شئتم، يأمركم بمنع الخمر اشربوا الخمور حتى تلتزوا، ماذا يلتزون يضرون أنفسهم، ثبت علميا أن الخمر مضر، ولكن الشيطان شيطان الإنس والجن. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا كذبت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما في عندي لا دليل ولا برهان ولا إجبار أجبرتكم،
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. عملوا هيك نفذتوا، اركضوا وراء الشاوي الفلانية نفذتوا، قتلوا فلان قتلتوا، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني أنا لا أغيثكم وخلصكم من جهنم، وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني به من قبل. أنتم جعلتوني لله شريك وأطعتوني مع الله أو من دون الله، أنا كفرت بهذا، ما لي علاقة، أنتم تستحقون العذاب. انتظروا يا عباد الشيطان، عباد شيطان الإنس أو شيطان الجن من الزعماء أو غير الزعماء، انتظروا مصيركم، وكل آت قريب، وملك الموت سيأتي، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.